في الغرب لم يعد لروسيا اصدقاء تواجه القياده الروسيه عزله بسبب العقوبات وتزويد اوكرانيا بالاسلحه والان يتجه فلاديمير بوتين اكثر نحو الجنوب الى دول اسيا على سبيل المثال فقد اعلن وزير الخارجيه الروسي لافروف مؤخرا عن توسيع العلاقات التجاريه مع الصين فهل ستكون هذه شراكه استراتيجيه قويه ومن المستفيد او المتضرر منها وما التغير الذي ستحدثه على ضوء ذلك نتساءل حرب روسيا على أوكرانيا كيف غيرت التحالفات حول العالم؟ أرحب بكم مشاهدين الأعزاء إلى برنامجكم الحواري بتوقيت برلين كما أرحب بضيوفنا الكرام وهم وليد الشيخ الصحفي والمحلل السياسي الدكتور ناجح العبيدي الخبير في الشؤون السياسيه والاقتصاديه وتنضم الينا عبر خدمه سكايب من واشنطن المراسله الصحفيه هديل عويس ابدا معك وليد ما حجم الدعم الذي تقدمه الصين لروسيا في غزو الاخيره لاوكرانيا أنا لا أعتقد أن الصين تقدم دعما كبيرا لروسيا أعتقد أن الصين أيضا متضرر إلى حد ما من الحرب في أوكرانيا لأن أوكرانيا شريك للصين بالإضافة أن الصين لا تفضل أن تنجر لمواجهة مبكرة مع الغرب لم يحن موعدها الصين تتعامل بمنطق الصبر التغلغل الابتلاع وتحدثنا كثيرا عن, عن نفوذها في أفريقيا وفي أوروبا وشرق أوروبا وتريد بقدر الإمكان ألا تنجر لمواجهة أو كما وصفها عديد من المسؤولين الصينيين أن ننجر إلى فقط النفوذ أو التطور الصيني التدريجي لأنهم يرون أنفسهم أنه في تطور تدريجي مستمر لكن حتى لو أعلنت في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا عن رفع للعلاقات التجارية مع موسكو إلى ما يقارب المئتين والخمسين مليار دولار سنوياً. هو في حقيقة الأمر كان هناك اجتماع قبل بدء الحرب في 4 فبراير الماضي أعلنت فيها الصين وروسيا أن بينهم تحالف استراتيجي بلا حدود وتحدث تحدث بصراحة أنهما ضد توسيع الناتو ضد الأحادية العالم أحادي الجانب أو استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الخارجية ضد توسيع الناتو وأيضا ضد فك... مع فكره تعدديه الاقطاب، وتحدثوا بصراحه انهم ضد ايضا التدخل في الشؤون الداخليه المقاربه لذلك هما الصين وروسيا هما حليفان استراتيجيان ضد ما يسميانه الهيمنه الامريكيه، فلذلك الصين ستدعم روسيا بقدر الامكان لكن دون ان يصل الامر الى الدخول في مواجهات مع الغرب. وهناك عله جامعه بين التدخل الروسي في اوكرانيا و الرغبة الصينية في اعادة او في الاستيلاء او غزو تايوان، وفي هذا الشأن اتوجه الى واشنطن، اليك هديل هناك من يرى بأن الصين تتحين الفرص لغزو تايوان وعينها على مآلات الغزو الروسي لاوكرانيا. كيف تنظر واشنطن الى هذه المعادلة؟ نعم شكرا لك يعني طبعا باعتقادي انه اذا كانت حرب اوكرانيا هي فرصه لاختبار ردود الافعال واختبار مدي قوه كل طرف في المعسكرين الغربي والشرقي حتى الان اثبت المعسكر الغربي انه الاقدر علي يعني جمع تحالف قوي حقيقي يحقق انجازات اقوى على الارض وان النتيجه حتى الان على الاقل في اوكرانيا غير مطمئنه بالنسبه للجانب الصيني، يعني راينا اذا كنا نتحدث اليوم عن التحالفات الدوليه، راينا التحالفات الدوليه اللي كانت اكثر شيء غير متوقعه هي هذا التقارب الانسجام، التحرك المتناسق بين القوى الغربيه، الضغوطات الكبيره التي تعرض لها الرئيس بوتين في 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 اوكرانيا، الـ الـ يعني الاصطدامات ببعض الجمود العسكري على الأرض في أوكرانيا كل هذه النتائج غير مبشرة بالنسبة للجانب الصيني ناهيك عن أن مسألة تايوان هي ربما أكثر مسألة ممكن أن تؤدي الى اندلاع حرب حقيقيه بين الصين والولايات المتحده دور دورا عن مساله تايوان، كل الامور الاخرى المتوتره بين الصين والولايات المتحده هي امور تجاريه، هي امور بعيده عن امكانيه اشعال حرب بين البلدين، ايضا اذا نظرنا للمساله بشكلها العسكري حرب تايوان هي حرب قاسيه جدا، يعني يصفها يصفها الخبراء العسكريون هنا في الولايات المتحده ربما بانها اقوى واصعب حرب ربما قد تصطدم بها اي قوه عبور مضيق مضيق تايوان الامور العسكريه على الارض بالنسبه للصين لم تكن سهله ورغم انشغال واشنطن اليوم بالملف الاوكراني لا. نرى انها تفرض وقت كبير للاهتمام بالملف التايواني اليوم واشنطن تقدم لتايوان امور واسلحه اكثر تطورا مما تقدمه لاوكرانيا مثل مثلا بطاريات الصواريخ باتريوت المضادات الجويه طيب بالعوده الى الموقف الصيني مما يجري في في اوكرانيا هناك علاقات تجاريه مهمه جدا تربط الصين باوكرانيا كيف تنظر بكين الى هذا الدمار الذي يلحق باقتصاد اوكرانيا بسبب الغزو الروسي يعني في تقديري الصين لا تريد ان تتورط مباشره في هذا الصراع تحاول أن تنأى بنفسها على الرغم من أن هواها مع روسيا وهي تحاول أن تجني مكاسب جيوسياسية أولا من خلال أنه الطرفين الخصمين الرئيسيين الغرب وروسيا متورطان في صراع خطير للغاية وتحاول أن تجني مكاسب اقتصادية الآن روسيا مضطرة لعرض نفطها بعد إعلان الاتحاد الأوروبي مقاطعة نفط الروسي بنسبه كبيره جدا تصل الى 90% عرضها بخصم سعري كبير يعني هناك حديث عن 70 دولار للبرميل فاذا وبالتالي في تقديري الموقف الصيني موقف حذر للغايه وهي ايضا لا تريد ان تظهر بالحليف المباشر لروسيا حتى في الموقف من العقوبات هي لم تريد ان لا تظهر بانها تحاول الالتفاف على العقوبات الغربيه ضد روسيا في تقدير العلاقات التجاريه مع اوكرانيا لا تلعب دورا كبيرا بالنسبه للصين بالنسبه للصين اقتصاديا السوق الامريكيه تاتي بالدرجه الاولى ثم السوق الاوروبيه وبعد ذلك تاتي التبادل التجاري مع اليابان مع كوريا اللتين انضمتا الى المعسكر الغربي بشكل واضح وشاركتها في العقوبات ضد روسيا وحتى علاقاتها التجاريه مع روسيا هي لا تصل الى درجه بحيث يمكن ان تغامر الصين بعلاقاتها التجاريه على المستوى الاستراتيجي مع الغرب هذا صحيح لكن قبل ثلاثة أشهر فاجأت الصين وروسيا العالم بإعلانهما الدخول في تحالف جديد يهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 250 مليار دولار سنوياً كما ذكر، بيد أن هذا التحالف هو تحالف بين بلدين متبايني القوة الاقتصادية. نتابع. تعد الصين إلى حد بعيد أهم شريك تجاري بالنسبة لروسيا. فخمس الصادرات الروسية يذهب إلى الصين. على العكس من ذلك، روسيا ليست حتى ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للصين. ويبدو أن هذا لا يزعج وزير الخارجية الروسي. أوراسيا ستصبح أكثر المناطق الواعدة في العالم. علينا أن نستفيد من هذا التطور، وعلينا ألا نعتمد على الدولار أو نظام سويفت للتعاملات المصرفية، بل ينبغي أن نطور أنظمة دفع خاصة بنا. لكن اوروبا والولايات المتحده هما المستوردان الرئيسيان للسلع الصينيه لهذا السبب لا تريد بكين اغضاب هذين الشريكين التجاريين المهمين من خلال دعم بوتين اكثر في حربه العدوانيه ضد اوكرانيا ففي حال فرضت اوروبا او الولايات المتحده عقوبات اقتصاديه على الصين فستخسر بطله العالم في التصدير المليارات وعندما يتعلق الامر بالمال يبدو ان الصداقه حتى مع بوتين لها حدودها فهل التحالف الروسي الصيني مجرد استعراض لا أكثر؟ شفهيا على الأقل تقول الصين إنها تدعم روسيا ولكن هل تغامر بمصالحها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما ورد في التقرير وليد؟ هنا, هنا تكمن معضلة الصين الصين طبقا للحكمة الصينية القديمة لا تحتاج أن تقتل خصمك بل اجلس على النهر وانتظر حتى تأتي جثته طافية أمامك ولذلك الصين تلعب على المدى البعيد وربما نقول أنها من القليلين الذين لم يقعوا في, في فخ العبارة الشهيرة لسوفوكليس الشاعر اليوناني القديم في رائعة مسرحية أنتيجون إن غرور المتكبرين يعلمهم الحكمة لكن بعد فوات الاوان، للاسف الشديد كل الاطراف مارست غرور المتغطرسين منذ نهايه الحرب العالميه الاولى ومعاهده فرساي ثم هتلر والحرب العالميه الثانيه وحتى بوتين فيما فعله في اوكرانيا وحتى ما فعله الغرب في فرض عقوبات كبيره. مثل ما فعلته سويفت على سبيل المثال، المشكله انها لم تكن عقوبات ضد روسيا فقط ولكن ايضا ضد الصين. والصين وروسيا لم يتحالفا فقط من الآن بل منذ عام 2014 قامت روسيا بعمل نظام جديد مشابه للسويفت وقامت غاز غاز بروم ونفط روس قامت الصين بدفع صادرات الغاز الروسي والبترول الروسي باليوان واليورو بالإضافة إن مجموعة بريكس التي تشمل روسيا أيضا قامت بفرض أو السماح بالتجارة بالعملات المحلية وسعت في منظمة شنغهاي لنفس النمط الصين تحاول بقدر الإمكان تعرف أنها تتطور وتصعد بينما الولايات المتحدة في مرحلة هبوط ولذلك لا تريد قبل عام 2049 بعد مرور مئة عام على تأسيس الصين أن تنجر إلى معركة لم تاتي في اجندتها ولذلك تنتظر ولكن طبعا لن تتخلى عن روسيا لانها حليفه ضد الهيمنه الامريكيه لكن لن تنجر الى خساره التكنولوجيا الغربيه والاقتصاد والاسواق الغربيه بالاضافه لعدم السماح ب مقاومه التغلغل الصيني ان ان يكون هناك تحالف من الان ضد الصين تريد ان يتركوها في حالات تتغلغل في دول العالم حتى تصل الى المرحله التي تستطيع فيها ان تنافس القوى العظمى في العالم طيب اذا كان هذا دأب الصين هديل بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية وتلك الإجراءات التي بدأ التفكير بها وبدأ تطبيقها في بعض التعاملات التجارية مع إيران مع روسيا مع دول بريكس أي استخدام العملات المحلية بدل الدولار ما هي أدوات الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما لاحتواء العملاق الصيني ما دامت العقوبات لم تلحق كبير ضرر باقتصاد روسيا الأصغر بكثير طبعا يعني المساله مساله العقوبات على الصين اذا ما كان هناك خلاف خلاف سياسي عميق لهذا الحد هي اصعب بكثير من من العقوبات على روسيا والسبب ان الولايات المتحده نفسها حين يكون هناك تضرر اقتصادي في الصين نرى هذا ينعكس فورا على السوق الامريكيه في النهايه السوق الامريكيه اليوم واحده من اكبر مشكلات التضخم التي تعاني منها الولايات المتحده هي مشكله امداد لان اليوم الصين حتى الان لم تتعافى معاملها مصانعها من من وباء كورونا وبالتالي لا يوجد امداد بالسلع مثل ما كان في السابق هذه واحده من المشكلات التي تنعكس على الاقتصاد الامريكي السوق الامريكيه والاوروبيه هي اكبر سوق للبضائع الصينيه وبالتالي مساله معاقبه الصين هي اصعب ما تحاول ان تفعله واشنطن هي ان لا تصل الى هذه المرحله نرى انه حتى بالقول وبالحديث لا تتحدث واشنطن عن تهديدات للصين بفرض عقوبات مثلا على العملاق الصيني هي فقط تحاول ان تلوح بهذا استعراض القوى اليوم الذي يحدث في الملف الأوكراني اليوم هذا التحالف الذي تشكله الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية بكل ما التغيرات التي تبدو في الدول الأوروبية في ألمانيا ليس فقط اقتصادية ولكن أيضا عسكرية مع دول مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية هذه دول تشكل أكثر من 65% من الاقتصاد العالمي يعني ناهيك عن الهند اليوم اللي موقفها حيادي تقريبا ولكن طبعا الهند هي أيضا اقتصاد ضخم مناوئ بشكل كبير للصين، وواحده من اهم اسباب مواقف الهند اليوم هي انها هي انها تلجا الى روسيا في مواجهه الصين وفي مواجهه المحيط المعادي لها، وبالتالي اليوم الغرب يتحضر لان يكون هناك ربما اضطرار في المستقبل البعيد لمعاقبه الصين، لان يكون هناك تكتل اقتصادي عالمي كبير يضغط على الصين، ولكن لا اعتقد اننا بهذا الصدد بعد. طيب ذكرت هديل الهند أي دور تقوم به الهند أو شبه القارة الهندية بمليار وأربعمائة نسمة وبثقل اقتصادي وازن أي دور تلعبه في لعبة الأمم الجديدة هذه؟ يعني في الحقيقة موقف الهند يشابه كثيرا موقف الصين مع نوع اختلاف في التفاصيل احنا نعرف أنه الهند لها علاقات قوية مع روسيا ومع سابقا مع الاتحاد السوفيتي في مجال التسليح وهذه قضيه مهمه للغايه تحتاجها الهند في ظل العلاقه المعقده مع باكستان ومع الصين ايضا. وطبعا الجانب الاقتصادي يلعب دور الان الهند بدات ايضا تحاول ان تشتري بشكل كبير النفط الروسي تكون كزبونه مهمه وفي رفع المخزون لديها لانه ايضا هناك حديث عن انه روسيا تعرض نفطها على الصين باسعار مخفضه للغايه وبالطبع هذا شيء مغري بالنسبه للهند. ولكن الهند ايضا تعرف بانه على المستوى الاستراتيجي علاقتها بالغرب لها ثقل اكبر وهناك في تقديري ايضا جانب مهم جدا يعني الهند توصف بانها اكبر ديمقراطيه في العالم يعني هي دوله غير استبداديه رغم يعني كل الملاحظات على الحياه الديمقراطيه في الهند هي تختلف في مع روسيا وتختلف ايضا مع نظام الحزب الواحد الموجود في الصين، وبالتالي هذا يوفر ايضا فرصه معينه للتفاهم بين الغرب وبين الهند بحيث ما تنجر اكثر الى طيب. اتخاذ موقف داعم بالفعل لبوتين في مغامرته في اوكرانيا وان كانت لم تسهم في تخفيف ازمه الغذاء بعدما اعلنت عن انها ستعود النقص في الحبوب وتراجعت عن ذلك في وقت لاحق يقال تحت ضغط من بوتين وليس كما قالت من اجل توفير الغذاء للهنود اصلا من يتعلم من الاخر دكتور ناجح جين بينغ ام فلاديمير بوتين يعني العلاقه بين الاثنين بين الصين تقصد العلاقه بين الصين نعم, نعم. و... يعني بين, في... بين الزعيم الصيني وبين آه... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يتعلم من الاخر يعني, يعني, يعني في تقديري المعلم واضح هو الصين يعني في هذه اللعبه الخطيره التي تجري اللعبه الجيوسياسيه الصين هي احد الرابحين الرئيسيين في, هذه في هذا الصراع على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل لا أعتقد بأنه بوتين سيملك الأوراق المهمة لكي يعني يكون في موقف الند للند للصين أي تغيرات في النظام السياسي أعتقد ستكون روسيا هي اللاعب الأصغر في العلاقة مع الصين يعني هذه رغم أنه روسيا لها الورقة العسكرية ولا لكن حتى هذه الورقه اصبحت باهته بعد الاداء العسكري غير الكفوء الكفؤ بالنسبه للجيش الروسي وطبعا اقتصاديا القضيه لا تحتاج الى نقاش. طيب متى وسؤالي لك وليد متى تنتهي هذه العلاقه التي سميت بالاستراتيجيه بين الصين وروسيا هل تعتقد بأنها مهددة بالفشل أو بالتراجع إلى حيث كانت قبل ثلاثة أشهر إذا فشلت العملية العسكرية الروسية أو الحرب الروسية على أوكرانيا؟ أعتقد حتى لو فشلت لن يكون هناك تراجع كبير في العلاقة الروسية الصينية روسيا والصين أعضاء في منظمة شنغهاي التي تضم حتى الهند وباكستان وايران وكزاكستان وكرجستان ودول اخرى، هناك تحالف شبه استراتيجي لفتره طويله لانهما يريان انهما معا يحتاجان بعضهما لمواجهه الولايات المتحده. ولكن من الناحيه الاخرى اعتقد ان المشكله ان بوتين لم لم يتصرف بذكاء شين لم الصين تتصرف بطريقه مختلفه عن عن روسيا، هذا هذا الوضع على المدى البعيد أه واتفق مع الاستاذ ناجح ان ال الكاسب الاكبر من هذا الصراع هو الصين أه بالطبع أه اوكرانيا وروسيا متضرران جدا واوروبا من بعد ما الولايات المتحده قد تبدو انها كاسبه الى حد ما لكن على المدى البعيد ستكون خاسره ايضا لكن الصين هي الكاسب الاكبر من ذلك ربما ارى الوضع بين الصين وروسيا وحتى الهند اشبه بالوضع في الحرب العالميه الثانيه كانت هناك قوى عظمى بريطانيا وفرنسا وامريكا تاتي وروسيا تاتي ثم انزوى انزوت بريطانيا وفرنسا وتراجع وصعد الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت والولايات المتحده اعتقد ان هذا الصراع سيمتد لفتره ليس صراع فقط اوكرانيا الصراع على مراحل التغير في العلاقات الدوليه مرحله السيوله هذه ستنتهي بصعود الصين كقوه كبرى مع الولايات المتحده والغرب من ناحيه اخرى الهند ستكبر واعتقد ان روسيا ستنزوي لا. أشبه بك... ب... 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 بالقوة البريطانية والفرنسية ما قبل الحرب العالمية الثانية عن ما بعدها وإن كانت المقارنة بين قوة بريطانيا أو فرنسا مع قوة روسيا الآن بالتأكيد. تبدو غير متناسبة إلى حد بالتأكيد. بعيد هل تتفقين مع هذا التوصيف هديل بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما فهمت من وليد تقاوم أو تحاول الحفاظ على زعامتها للعالم وبأن هذه الزعامة مهددة بالصعود القوي للصين وبأن احتواء الصين أصبح تحديا قد أو رهانا قد لا تكسبه واشنطن نعم يعني لهذا كانت واشنطن تحاول حتى اللحظه الاخيره تجنب الخوض والتوغل والتورط في حرب اوكرانيا وحتى الان يعني تحاول ان تبقى بعيده اصلا اهم استخدامات روسيا بالنسبه للصين هي ان الصين ترى في روسيا اداه لاشغال الغرب لاشغال الغرب في معارك جانبيه لاشغال الغرب في تحديات كبرى يعني واشنطن والغرب الدول الاوروبيه عموما كانت ترى خلال العقود الاخيره ان روسيا ليست ند ان روسيا يجب تقريب اقتصاديا، يجب التعامل مع روسيا بشكل طبيعي، ولكن الرئيس بوتين هو من لم يتوقف عن الاعتقاد باننا لازلنا في الحرب البارده، وحاول ان ان يصل الى هذه اللحظه وهي جر الغرب الى مواجهه مباشره، الان رغم انه لا لا يربح، لا يفوز في هذه المواجهه المباشره، ولكن بالفعل الصين تكسب من هذه المواجهه المباشره، الصين تعرف ان ليس ليس لدى روسيا الكثير لتقدمه لها، علاقتها مع مع روسيا هي تشغل الغرب بامور جانبيه ترسي نوع من الاستقرار على الحدود الصينيه الروسيه التي كانت دائما متوتره من ايام روسيا القيصريه، غير ذلك هناك توترات كثيره يعني جوهريه بين الصين وبين روسيا، طريق الحرير الذي تعمل عليه تعمل عليه الصين انطلاقا من كازاخستان، روسيا لديها رؤيه اخرى للتجاره في تلك المنطقه، هناك خلافات كثيره ولكن بالفعل واشنطن يعني اليوم متورطه بهذا الانشغال في روسيا، في بدايه العام 2022 رؤيه مجلس الأمن القومي الأمريكي كانت تقول يجب أن لا تضعف روسيا اقتصاديا يجب أن لا ننجر إلى خلافات جانبية مع روسيا لأن هذا يصب في صالح الصين ولكن طبعا الحرب الأوكرانية جرت واشنطن إلى إلى هنا وهذا يتفق إلى حد بعيد ما تفضلت بذكره هديل مع تصريح للمستشارة الألمانية أول أمس رأت فيه بأن بوتين لربما يستهدف ضربة الوحدة الاوروبية على اعتبار ان اوروبا الاتحاد الاوروبي هو مقدمه لحلف الناتو نستمع الى تصريح ميركل انه يريد تدمير الاتحاد الاوروبي لانه يعتبره مقدمه لحلف شمال الاطلسي لكنني الان لا استطيع التظاهر بانه غير موجود وقبل ان يبدا المرء بشن حرب ضد روسيا من واجبه محاوله كل السبل الدبلوماسيه وان كانت ميركل تلام في هذا السياق على انها مكنت روسيا من سوق الطاقه الاوروبيه وهناك جدل كبير هنا في المانيا حول اداء ميركل خلال حكمها لالمانيا طيله 16 عاما فيما يتعلق بالعلاقه مع روسيا في هذا الاطار وليد هل تستغل الصين التدخل الروسي في اوكرانيا لاضعاف الاتحاد الاوروبي هل يخدمها هذا ام انه يؤثر على طريق الحرير الذي يمر من روسيا ايضا عبر اوكرانيا وبالتالي نحو بولندا ودول البلطيق واوروبا؟ الاثنان معا انه بالطبيعي المنافسين حينما ينشغلون ويدخلون حروب استنزاف من الطبيعي ان هذا يخدم المنافس الذي لا يدخل هذه الحروب الاستنزاف لكن من ناحية أخرى بالطبع يضر بطريق الحرير ويضر بالاستقرار الاقتصادي الذي تلعب عليه الصين الصين كما قال شين جين بينغ قال أننا لا ندخل في صراعات عسكرية أو جيوستراتيجية ولكننا ننتظر حتى نرى أثر القوى الناعمة أو, أو سقوط القوى التقليدية الكبيرة أمام القوى الناعمة هو يعتمد على الاقتصاد لكن من ناحية أخرى بوتين حقق عكس ما ما كان يطمح اليه كما قالت ميركل انه حقق عكس ذلك غزوه لاوكرانيا قوى الاتحاد الاوروبي وحتى فتح الباب امام اوكرانيا المطالبه بالانضمام للاتحاد الاوروبي وقوى حلف الناتو والان نرى ان فنلندا والسويد يريدان الانضمام ما قام به عكس ما كان يصبو اليه لكن من الناحيه الاخرى الصين تلعب على النفس الطويل من ناحيه وعلى اضعاف اوروبا واضعاف الولايات المتحده واضعاف روسيا في نفس الوقت وتخرج منها لا اريد الرجوع للتاريخ اشبه بالولايات المتحده التي تركت الحرب العالميه يطحنون بعضهم الحلفاء ثم انضم دخلت في النهاية لتنتصر وتعلن زعمتها على العالم بالطبع الصين يصعب أن تعلن زعمتها على العالم لكن على الأقل تعود قوة عظمى مع ضعف المنافسين وحتى الحلفاء ما رأيك ناجح هل فعلا قد تستفيد الصين من هذا الصراع أم أن ذلك أو, أن أو, أنها ستدفع الثمن باهظا فيما يتعلق باستراتيجية طريق الحرير والحزام أيضا يعني في تقديري حتى الآن الاستراتيجية الصينية ناجحة يعني نجحت في تعزيز نفوذها الاقتصادي والآن هي أيضا لكن مع العزلة عزلة الغرب لروسيا تقطع أوصل طريق الحرير لا يمكن أن تستمر لا يمكن أن تعبر روسيا إلى أوكرانيا مثلا في تقديري يعني طريق الحرير لا نأخذه بنظرة جغرافية بحتة وانما طريق الحرير يمتد عبر منافذ كثيره منها تمر عبر اسيا الوسطى تمر عبر الشرق الاوسط وتمر ايضا عبر البحار عبر المحيط الهندي وغيرها و... و... يعني ايضا لا ننسى بانه الصين نجحت في الفتره الاخيره ايضا في تعزيز نفوذها الاقتصادي حتى في جنوب اوروبا وفي كل الاحوال في افريقيا وهذه هذه النجاحات في تقديري سوف تستمر يعني من الواضح بانه الغرب لا يريد أن يدخل في مواجهة اقتصادية مع الصين في الوقت الحاضر صحيح أنه العلاقة مع روسيا وأيضا في موضوع التبعية في مجال إمدادات الطاقة نبهت القادة الأوروبيين إلى المخاطر الجيوسياسية أيضا للجانب الاقتصادي الأوروبيون لا يريدون أن يدخلوا في تبعية مثلا بأشباه الموصلات أنه يعتمدون فقط على المصانع الصينية على سبيل المثال أو في مجال التكنولوجيا الاتصالات والجيل الخامس وبدأوا بالفعل اتخاذ اجراءات واستثمارات وبناء مصانع في داخل اوروبا ولكن العلاقه الاقتصاديه الكبيره والتبادل التجاري الضخم سيبقى في المستقبل ايضا حتى وإن كانت هذه الحرب قد يعني كبدت الدول الغربية مصاريف هائلة استنزفت موازنتها خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب العقوبات الغربية على روسيا نتابع حظر النفط الروسي تسبب مثلا في ارتفاع كبير لاسعار الوقود والسلع الغذائيه في اوروبا حيث تتزايد المخاوف من تضخم جامح كما ان ناقلات الحبوب الاوكرانيه العالقه في الموانئ تتسبب في غلاء الخبز في اوروبا وكذلك في ازمه غذائيه في افريقيا نحن لا نمنع تصدير الحبوب الاوكرانيه هناك العديد من طرق التصدير يمكن لاوكرانيا التصدير عبر موانئ البحر الاسود التي تسيطر عليها مثل اوديسا روسيا وحدها هي المسؤوله عن ازمه الغذاء ولن يغير من ذلك حمله الدعايه الكاذبه للكرملين لقد رايت ذلك بعيني قبل بضعه اسابيع في اوديسا يضاف الى ذلك ان الجيش الروسي زرع الغاما في العديد من الحقول ودمر مزارع كثيره في اوكرانيا. فمن المسؤول عن ازمه الغذاء؟ هناك في هذا الاطار تبادل للتهم بين روسيا والغرب. هديل من صاحب الحق في هذا الجدل؟ كما سمعنا ميشيل ام بوتين او بمعنى اخر روسيا ام الغرب؟ يعني طبعا كل من بدأ هذه المأساة الحرب التي تسميها واشنطن حرب غير ضرورية هو الجانب الروسي حتى آخر يوم قبل هذه الحرب أو آخر ساعات قبل الحرب كان رئيس زيلنسكي يطلب من واشنطن عقوبات استباقية على روسيا وكانت واشنطن ترفض ذلك كان الغرب نرى يعني متردد كانت دول أوروبية مثل ألمانيا بعيدة كل البعد حتى عن معاقبة الجانب الروسي كان شارت شولت حين أتى هنا إلى واشنطن أمام جو بايدن أنه لن يعاقب روسيا لن يقوم باي تحركات تزعزع الاستقرار الغذائي والاستقرار الاقتصادي الا اذا اقدمت روسيا على حرب واسعه النطاق يعني حتى المانيا كانت تقول وتزعج واشنطن حين تقول وتزعج اوكرانيا حين تقول انه اذا كانت حرب ضيقه حرب مثل ما نراه اليوم يعني فقط في الدومباس لم تكن حتى المانيا وفرنسا لياخذوا مثل هذه الاجراءات وبالتالي طبعا كل هذه الماساه تقع على عاتق الرئيس بوتين يعني اليوم هناك تح تحالف كبير في دول العالم باعتقادي أنه يكبر أكثر كلما طال أمد هذه الحرب كلما رأى العالم تداعيات هذه الحرب يكبر وتكبر المسؤولية على الجانب الروسي ويعني و... طبعا المسؤولية هي مسؤولية روسيا أما إذا يعني كان الرئيس بوتين يريد أن تترك له الأمور بسلاسة ليتقدم ليدمر أوكرانيا ويسيطر على أوكرانيا فكمان الغرب كان سيكون ملام بأنه لم يساعد أوكرانيا نعم. بالنهاية كل هذا الدعم العسكري والضغط يأتي بطلب وبإلحاح وبضغط يوم من الرئيس كمان هذا. الإعلام الروسي وليد يتحدث عن مخاوف لدى الكرملين من أن تتشكل تحالفات للدول المتضررة في غذائها وفي طاقتها من الغزو الروسي لأوكرانيا لذلك يحاول بوتين تصدير القمح للدول الإفريقية وبعض الدول الأس... الآسيوية هل تعتقد بأن هذا النوع من التحالفات يمكن أيضا أن يتمخض عن الغزو الروسي لأوكرانيا؟ قد يحدث ذلك وهناك يجب ان نعترف انه للاسف في عديد من الدول العالم الثالث ومن الدول العربيه والافريقيه هناك نوع من التعاطف مع روسيا لمشاكل قامت بها الولايات المتحده لفتره طويله من الزمن ولذلك شراء الولاءات منطقي منطقي لكن في نفس الوقت واضح تماما ان روسيا تستخدم موضوع الحبوب والغذاء كسلاح في الحرب وبالصدفه رايت امس في برنامج كان فيه ضيف من الدوما عضو في الدوما الروسي اعترف صراحة وقال حين تنتهي العقوبات على روسيا فستنتهي هذه الازمه وببساطه معناها طالما فرضتم علينا عقوبات سنقوم بذلك لكن المشكله ان ان هذه العقوبات تؤثر على بلاد كثيره ونسب العداء تجاه روسيا تاثرت كثيرا في البلاد الاوروبيه ومنها المانيا ومن العديد من الدول مما تقوم به خاصه انه كما قلنا ان غرور وغطراسه بوتين في شن حرب واسعه بهذا الشكل معتقد انها ستكون مثل حرب جورجيا وعدم تقدير الحسابات ادى لخسائر كبيره وكلما خسر اكثر كلما في الدول الاستبداديه الحاكم هو الدوله كلما قام باجراءات عنيفه وحاده وهنا تكمن مشكلة روسيا ومعضلتها بين بوتين وحتى داخل روسيا نفسها طيب رغم كل هذه الـ الـ المصائب ان صح التعبير او هذه آه 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 الاثار المدمره التي تواجهها دول كثيره ومنها دول عربيه ودول آه آه في افريقيا، هناك دعم كبير لبوتين خاصه من الحلفاء التقليديين لواشنطن في منطقه الخليج الغنيه، كيف تفسر دكتور ناجح هذا الدعم؟ هل هو في اطار الضغط؟ على واشنطن على اداره بايدن عندما بدات تدير ظهرها للمنطقه ام ماذا يعني بالتاكيد هناك هذا من الاشياء اللافته للنظر ان هناك تحفظ سعودي وهناك تحفظ اماراتي على سبيل المثال في الشرق الاوسط في ادانه العدوان الروسي وهناك الادهى من ذلك هو ترددهم في رفع انتاج النفط والذي ساهم في هذه الازمه في ازمه اسعار الطاقه وفي تقديري هم لديهم حساباتهم الخاصه السعوديه تريد رد الاعتبار لمحمد بن سلمان وهذا لن ياتي الا اذا قابله بايدن وهذه القضيه تعقدت اكثر بعد مقتل واغتيال ال... الصحفي المعارض جمال خاشقجي في... في في اسطنبول وهذه لا تزال تح... تحز في يعني تؤثر على العلاقات الامريكيه السعوديه اضافه طبعا الى الموقف من الملف النووي الايراني ونفس الشيء يعني هناك مواقف مشابهه فيما يخص الامارات التي تشعر بالانزعاج لانه تم الغاء صفقه الطائرة فاذا السعوديه والامارات تريد ان يعاملا كما تعامل امريكا قطر التي اعتبرتها حليف استراتيجي وفي تقديري الاعلان عن زياره مرتقبه لبايدن قريبا الى السعوديه والى الشرق الاوسط ربما يساهم في تصفيه تصفيه هذه الاجواء ويساعد ايضا في انفراج الوضع في سوق الطاقه العالمي هديل يبدو ان هذه المقاربه السعوديه الاماراتيه ان صح التعبير بدات تؤتي اكلها هذا الضغط على اداره بايدن هناك انباء او هناك انباء مؤكده عن زياره مرتقبه لبايدن الى الخليج هل اصبحت الملفات الخلافيه وراء ظهور واشنطن وحلفائها الخليجيين مثل قضيه خاشقجي مثل قضيه الطائرات الإماراتية أم ما المتوقع من هذه الزيارة لبايدن إلى الخليج؟ أعتقد أن واشنطن اقتنعت بضرورة تجاوز قضية خاشقجي ولكن أيضا هناك وأيضا هناك يعني اعتقاد أمريكي بضرورة إصلاح العلاقة الهامة مع السعودية في النهاية هي علاقة محورية بالنسبة لسياسات أمريكا في الشرق الأوسط ولكن أيضا في المقابل هناك بوادر لأن السعودية مقبلة على زيادة إنتاجها باعتقادي بعد ما جرى على الأرض في حرب أوكرانيا بعد ما نظرت الكثير من الدول في العالم إلى وانتظرت تغير الم الموازين الدولية اليوم ترى معادلة أخرى مختلفة اليوم دول الخليج مثلا الأخرى مثل السعودية والإمارات تنظر إلى قطر ما تفعله قطر اليوم بقطر تقف بشكل واضح في صف التحالف الغربي تعد أنه حين سيكون هناك استكمال لتطوير حقولها التي ستسمح لها بإنتاج المزيد من الغاز ستكون من الموردين الأساسيين للغاز إلى الجانب الأوروبي تمكنت قطر من تطوير علاقاتها إلى حد كبير مع الغرب مع الولايات المتحدة أثر هذه الحرب لذلك اعتقد ان حتى دول الخليج ليس فقط واشنطن اليوم آه بدات تنظر بحذر ما يحدث لروسيا والى مدى القدرات الروسيه وبدات تسعى هي ايضا الى اصلاح العلاقات مع واشنطن وبالتالي يعني اعتقد لكن ان اليوم لكن لكن واشنطن اليست هديل ان سمحت لي اليست واشنطن مسؤوله عن تدهور العلاقه مع السعوديه تحديدا والامارات بسبب موقفها من الملف النووي الايراني بسبب موقفها من حرب آه اليمن بسبب موقفها من محمد بن سلمان وبالتالي أدركت لاحقاً أن الخليج ما زال مهماً وأهميته استراتيجية كما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض أمس بالنسبة لإدارة بايدن. نعم يعني والكثير من تصريحات بايدن غير الضرورية أدت إلى تخريب العلاقة أيضا يعني بايدن في النهاية هو ينتمي إلى اليسار الديمقراطي المعتدل التقليدي الذي يؤمن بأهمية العلاقات مع دول الخليج ولكن طبعا بايدن أيضا وصل عبر تحالف مع اليسار التقدمي الذي هو أكثر ربما تيار وجناح سياسي أمريكي يعادي هذه العلاقة تحديدا مع السعودية اليوم بايدن أيضا هو يشعر بأن هذا كان خطأ ويتراجع عن ذلك طبعا واشنطن قامت بالكثير من الخطوات الخ خاطئه ولكن مثلا فيما يتعلق مع بالاتفاق النووي مع ايران وجهه نظر الحزب الديمقراطي لم تكن بتقديم تسهيلات الى ايران والدليل انها لم تدخل في اتفاق ضعيف وفقا للمطالب الايرانيه مثل ازاله الحرس التوي الايراني من قوائم الارهاب نرى انه حتى الان هي صامده تستمر العقوبات نوعا ما على ايران هي فقط مقاربتها كانت مختلفه ونعرف ان في دول الخليج والدول العربيه والكثير من الدول الاخرى حول العالم يعني الريدريك الخطاب مهم جدا كيف كيف تستقبل الشعوب خطاب واشنطن ونتذكر أن خطاب ترامب رغم انه لم يكن مساعد لدول الخليج في عصر ترامب حدثت اكبر واخطر ضربات على منشاه ارامكو وترامب لم يفعل شيء للسعوديه ولكن خطاب ترامب ربما كان اكثر جاذبيه واكثر قدره على الحفاظ على العلاقات مع هذه الدول ويبدو ان بايدن اليوم سيأخذ خط مشابه من جديد وسيبدأ بالزياره الى السعوديه اذا هناك ترميم للعلاقات او للتحالف الاستراتيجي بين واشنطن ودول الخليج الكبرى مثل السعودية والإمارات ماذا عن مصر وليد التي أيضا تحاول مسك العصا من المنتصف في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا أنا أعتقد أيضا كالإمارات والسعودية مصر أيضا تمسك العصا من الوسط تحالف الغربي مع الولايات المتحدة معروف آه وتحالفها آه مع آه الاتحاد السوفيتي السابق انتهى آه إلى غير الرجعة منذ السبعينات لكن في نفس الوقت ترى أيضا أن هناك تحولات في الساحة السياسية العالمية والساحة الإقليمية أيضا أن هناك صراع كبير بين قوى ناشئة أو قوى آه تكبر وهناك أيضا ضغوط من الغرب والولايات المتحدة على الديمقراطية ولكن إذا بالطبع إذا آه إذا تخلى بايدن عن وعوده بعد مرحلة ترامب مع الإمارات والسعودية فسيتخلى عن وعوده بالديمقراطية مع مصر وغيرها من الدول أيضا الولايات المتحدة رأت أن الصين وروسيا استغل الموقف وبدأ يتقارب من البلاد الاستبدادية العربية ويدعمها بلا شروط عن الديمقراطية أو الحقوق والحريات ولذلك أيضا الولايات المتحدة تحاول مسك العصفة من المنتصف مع بشعارات عالميه كبيره لا تنفذ والبحث عن المصالح في النهايه لكن ذلك كله او كله رهن بمآلات الحرب او الغزو الروسي على اوكرانيا في نظرك دكتور ناجح هل بدات هذه تتشكل تحالفات جديده بعد الغزو الروسي لاوكرانيا ام ان الامر كما قلت قبل قليل رهن بنتائج هذا الغزو يعني العمليه نشوء نظام عالمي جديد جاريه وهذه بدأت قبل الغزو ولكنه تسارعت بشكل كبير مع بدء روسيا حربها الآن ملامح هذه النظام بدأت تتضح بأنه نظام القطب الواحد سوف ينتهي وستكون هناك نظام متعدد الأقطاب الدور كبير سيكون بالنسبة للصين بالنسبه لا تبدو الامور مريحه بالنسبه لي او مبشره بالخير بالنسبه لروسيا ولكن ايضا الحديث عن انحدار امريكا وتراجع الدور الامريكي ايضا هذا مبالغ به على العكس نلاحظ بانه الان امريكا اصبحت زعيمه العالم الغربي بدون منازع حتى الدول التي كانت متحفظه على الدور الامريكي في فرنسا والمانيا بدات تقر بالدور القيادي للاداره الامريكيه هل تشعر الاداره الامريكيه بهذا الامر هديل بانها او زعامتها للعالم تكرست بفضل الغزو الروسي لاوكرانيا على غير رغبه بوتين باختصار لو سمحت يعني اعتقد الاداره الامريكيه وايضا الحزب الجمهوري يعتقد ان واشنطن ابلت بلاء حسنا الى حد كبير في في الحرب الاوكرانيه في جمع تحالف دول ابعد حتى من الغرب مثل ما ذكرنا في اسيا دول هامه وثريه في اسيا تمكنت واشنطن من ضمها الى هذا الاجماع وكلما طال امد الحرب نرى مثل ما حكينا عن دول الخليج دول اكثر تحاول ان تتمسك بعلاقاتها مع الغرب لذلك يبدو ان واشنطن راضيه عما يحدث حتى الان في هذه الحرب شكرا لك دي العويس كنت معنا من واشنطن والشكر لك أيضا وليد الشيخ ولك أيضا الدكتور ناجح العبيدي والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا نهاية بتوقيت برلين وهذا أحمد عبدا يحييكم وإلى اللقاء في مناسبة أخرى